طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حصاد اليوم. ونناقش في ملفنا الأول ردود فعل متتالية حول تصريحات غسان سلامة خلال احتفالية اليوم العالمي للبرأة، والبعثة الأممية تقول للأحرار أن كلمة سلامة كانت واضحة. وأما في ملفنا الثاني فنتابع لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تصف التقرير الأخير لفريق الخبراء المعني بليبيا بالتسريبات غير الدقيقة. كلمة سلامة في احتفالية يوم المرأة كانت واضحة، هذا ما أكده المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة لليبيا الأحرار، داعيا من يريد التثبت مما كان يرمي إليه المبعوث الأممي إلى الرجوع للكلمة المسجلة. هذا وقد أثارت كلمة سلامة ردود فعل عديدة من قبل أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، متهمينه بعدم التطرق لمسألة الاستفتاء على الدستور رغم تأكيده قرب موعد الانتخابات. ردود فعل متتالية صاحبت تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال كلمته في حفل اليوم العالمي للمرأة بطرابلس، والتي لم يتطرق فيها لمسألة الاستفتاء على الدستور رغم تأكيده إجراء الانتخابات في أقرب وقت. تصريحات قوبلت بالرفض من قبل بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حيث وصفت مقررة جلسات الهيئة نادي عمران كلمة سلامة بشأن قرب موعد الانتخابات بالمريبة. عمران قالت لليبيا الأحرار إن سلامة تجاهل مشروع الاستفتاء على الدستور رغم صدور حكم المحكمة وتأكيده المتكرر أن القضاء هو الفيصل لإنهاء الجدل القانوني بشأن مشروع الدستور. من جهتها أكدت عضو الهيئة رانيا الصيد أن الهيئة لن تعقد أي جلسات إلا بعد الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل المواطنين. في هذه الأثناء أكد المكتب الإعلامي للبعثة الأممية لليبيا الأحرار أن كلمة سلامة خلال احتفالية يوم المرأة كانت واضحة، داعية من يريد فهم ما كان يرمي إليه المبعوث الأممي للرجوع إلى الكلمة المسجلة. المجلس الأعلى للدولة حث بدوره البعثة الأممية على بذل مزيد من الجهد لتنفيذ اتفاق سخيرات، حيث قال عضو المجلس موسى فرج إن تنفيذ الاتفاق السياسي يضمن الوصول لانتخابات عامة وفقا لدستور معتمد ومتوافق عليه من غالبية الشعب الليبي، مضيفا أن الوضع الأمثل للبلاد هو إنجاز الدستور بمشاركات واسعة واستفتاء عام. في حين أوضح المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني عبر تدوينة له على تويتر أن الاستفتاء على الدستور حق الشعب ولا يمكن القفز عليه. ورغم مرور قرابة شهر على إنهاء الجدل حول مشروع الدستور من قبل المحكمة العليا، إلا أن ذلك لم يحقق أي تقدم في استصدار قانون للاستفتاء عليه من قبل مجلس النواب رغم المطالبات المتكررة. ولمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا معنا عبر الهاتف من البيضاء مقررة جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران، معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كل من الباحث في الشأن الدستوري محمد محفوظ والباحث في الشأن السياسي أسنوس إسماعيل. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ مع السيدة نادية عمران. سيدة نادية، ما الذي أقلقكم في تصريحات سلامة الأخيرة؟ السلام عليكم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، وأحب أن أنوه فقط أنني لست مقررة جلسات الهيئة، أنا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. شكرا للتصحيح. نعم، فيما يتعلق بتصريحات السيد غسان سلامة، هي طبعا ليست الإشكالية فيما قاله أو ذكره السيد غسان سلامة في الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة، لكن هي مشكلة تراكمية كانت منذ صدور مشروع الدستور، وكان السيد غسان سلامة يظهر علينا بتصريحاته وتغريداته ويقول بأن الفيصل في حكم الجدل المثار حول مشروع الدستور هو حكم القضاء. نفاجأ أنه بعد صدور حكم المحكمة العليا بأن البعثة الأممية التزمت الصمت المطلق حيال مشروع الدستور وأخذت تتجه إلى مسارات أخرى كإحياء جلسات الحوار من جديد، كالشروع في ومباركة الانتخابات المجالس المحلية، وآخرها ما ذكره حول قرب الانتخابات العامة بصفة عامة حينما كان يتكلم عن احتفالية المرأة. إذن أنت تشيرين سيدة نادية إلى مشكلة تراكمية، بالتالي ليست هناك مشكلة في تصريحه الأخير؟
نعم كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير، إشارته إلى قرب الانتخابات، ولم تكن هي المشكلة بحد ذاتها، لكن الإشكالية بصفة عامة هي الموقف الغريب الغير مفهوم الذي تتبعه بعثة الأمم المتحدة. ما هو ملامحه؟ لو توضح لنا أكثر، ما هو ملامح ما وصفته بالموقف الغريب؟ أنا ذكرت لك الهيئة أولا البعثة لم تعلق بتاتا على بعد صدور الحكم على بخصوص المتعلق بخصوص مشروع الدستور، لم تتطرق إلى موضوع الاستفتاء بتاتا، بل شرحت في إحياء جلسات الحوار بين مجلس الدولة ومجلس النواب. السيد غسان سلامة كان قبل أيام كان له لقاء مع تقريبا المسؤول عن انتخابات المجالس البلدية، أشار في احتفالية المرأة عن الموضوع الخاص بالانتخابات، الصمت مطبق، مماطلة، مهادنة. ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم أن بعثة الأمم المتحدة تجاهلت الاستفتاء على مشروع الدستور، ويبدو أنها ذهبت أو الآن هي بسبب الدخول في إجراءات أخرى لا أدري مغزاها، تجاهلت حق الليبيين في الاستفتاء على المشروع، تجاهلت بأن الدخول في انتخابات الآن جديدة هو تمطيط للمراحل الانتقالية واستمرار الفوضى والتشظف، ولا أدري في مصلحة من يصب ما تقوم به. إذن أنتم مشكلتكم أكثر أو استغرابكم أكثر من الصمت، أكثر من التصريحات، من صمتهم أو ما وصفته بتجاهل أكثر من تصريحات، أليس كذلك؟ الإشكالية ليست في الصمت، الإشكالية في عدم الجمود الذي أصاب العملية الدستورية. كان من المفروض أن تقوم كما قامت بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الأطراف السياسية الموجودة الآن في ليبيا ودفعتها نحو الموافقة على إجراء انتخابات، كان بإمكانها بسهولة أن تضغط على الأطراف ولا تصادر حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروعه، وأن تضغط باتجاه التسريع بإصدار قانون الاستفتاء وشروع في العملية الانتخابية، وهذا دورها، هو دورها أن تساعد الليبيين على الانتقال إلى دولة ديمقراطية يحكمها التداول على السلطة. نعم. سيد سنوس إسماعيل من طرابلس، ما رأيك إذن فيما تفضلت به سيدة نادية عمران؟ إذا كان لديك تعليق على تصريحات سلامة الأخيرة، وكذلك هل بالفعل هناك صمت وتجاهل لمسته عبر الدلائل التي سردتها سيدة نادية؟ تحية لك طيبة ولكل السادة في قناة ليبيا الإحرار، وللسيدة نادية وللسيد محفوظ ولكل المشاهدين الكرام. طبعا هذه التصريحات التي صرح بها السيد سلامة اليوم بالنسبة لي لا أرى أنها تعتبر يعني مسار للأمم المتحدة أو لبعثة الأمم المتحدة أن تتجاهل الدستور في الوقت الذي أكد فيه السيد سلامة في عدة مرات بما فيها إحاطته في جلسة الأمن الأخيرة عن يعني ثلاثة أشياء من ضمنها الدستور، يعني الدستور والمصالحة والانتخابات، فهذا من ناحية. طبعا من ناحية أخرى نفهم جميعا الوضع في ليبيا والمناكفات والصراعات والتجاذبات السياسية الحاصلة، والتي للأسف الشديد يحاول البعض أن يجعلها تنعكس على المسار الدستوري والذي هو حقيقة أفضل المسارات، وهذا الإنجاز التاريخي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية هو يعني يعتبر أفضل إنجاز سياسي خلال السنوات الماضية للأجسام السياسية بين الأجسام السياسية الموجودة على المشهد جميعا. طبعا هي بالنسبة للسيد سلامة أعتقد بأنه له موقف واضح من خلال الاستفتاء على الدستور، وأنه ضروري وأنه أساس الانتخابات. أعتقد بأنه حينما يتكلم عن الانتخابات ضمنيا الانتخابات لا يمكن أن تقوم انتخابات في ليبيا إلا بطريقة واحدة وهي الاستفتاء على الدستور، أصلا لا توجد طريقة أخرى غير ذلك. الاتفاق السياسي لا يسمح بانتخابات جديدة، يعني لو دخلنا في مسألة تعديل الإعلان الدستوري هذا طبعا مطب كبير، يعني لا يمكن حقيقة السماح به أن يدخل الجميع في تعديل الإعلان الدستوري. قبل الحديث عن التعديلات السياسية التي أشرت إليها سيد سنوسي، أريد أن أسأل، وأنت حدثت قبل قليل بأن موقف غسان سلامة من الاستحقاق الدستوري واضح، هل هناك بالفعل مؤشرات ودلائل تعكس أو تعاكس ما قالته السيدة نادي عمران وبعض أعضاء الهيئة التأسيسية بأن له موقف متجاهل للاستحقاق الدستوري والمسار التأسيسي؟ هو شوفي بالنسبة لل يعني تخوفات أعضاء الهيئة التأسيسية، طبعا هذه يعني مبررة ومن حقهم ذلك، لأن أصلا هم الآن يعني
حريصون جدا الأعضاء الهيئة التأسيسية على أن يتم يعني إكمال المسار الدستوري بالاستفتاء الذي طبعا هذا المسار الذي بدأ بانتخابات الهيئة التأسيسية بعد أن أنجزت الهيئة التأسيسية ما طلب منها برغم هذه الظروف يعني الغير يعني اعتيادية في البلاد. مع ذلك أنجزت الهيئة ما طلب منها والآن لا يوجد أي يعني مبرر لأن يمنع الشعب الليبي من ممارسة حقه فوق أرضه وتقرير مصير هذا الدستور بنعم أو لا. إذا كان بنعم نمضي مباشرة إلى انتخابات، إذا كان بلا يرجع إلى الهيئة التأسيسية لكي يتم تعديله مرة أخرى. هذه حقيقة هذه الخطوة العادية جدا. التشويش الحاصل من بعض الأطراف إذا كان يعني تم أخذناه بعين الاعتبار سوف يعني نستمر في هذه المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وهذا ربما يعرض البلاد لخطر كبير، لخطر الانهيار، لخطر هذا الفراغ السياسي الموجود الآن والذي يسمح لعصابات ولي يعني تنظيمات إرهابية أن تتمدد في هذه البلاد وأن تحاول أن تجد لها موطأ قدم. فهذا يشكل خطر على المنطقة، ليس ليبيا فحسب وإنما على المنطقة كلها، لأن سقوط ليبيا في فراغ سياسي شامل أعتقد بأنه سوف يعني يكون خطر على السلم والأمن الدولي، وبالتالي فإن الأمم المتحدة هي مسؤولة مباشرة عن إكمال المسار الدستوري. أعتقد طبعا سياسة البعثة بأنها تريد أن تظهر بأنها لا تريد أن تتدخل في شؤون الليبيين وإنما تدعمهم فقط للتوافق وغير ذلك، لكن هذا بالنسبة للمسار الدستوري أرجو أن تفهم الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة أنه مفصول عن كل التجاذبات السياسية. هذا حق الشعب الليبي، الشعب الليبي انتخب هيئة، هذه الهيئة أنجزت ما عليها، الآن الشعب الليبي من حقه أن يستفتى على هذه المخرجات التي خرجت اللي هي مشروع الدستور 2018. أعتقد بأن هذا أمر يعني لم يعد يعني بالإمكان تأخيره ولا 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 يعني حتى تمطيط الفترة الانتقالية من أجل مصالح يعني أشخاص موجودين في المشهد. هذا أمر أصبح يعني أعتقد أنه أقرب إلى أن يكون محسوما خلال الفترة القادمة. واضح. سيد محمد محفوظ، قانونيا وفق الاتفاق السياسي ووفق الإعلان الدستوري المؤقت، هل هناك ما يمنع أو هل من الممكن الاتجاه للانتخابات، وهو مخاوف من بعض الأطراف أن يتجه أن يكون هناك اتجاه للانتخابات دون إنهاء الاستحقاق الدستوري؟ تحية لك أستاذة ولضيفيك الكريمين المشاهدين الكرام. طبعا أي انتخابات تجرى تحتاج إلى أرضية وقواعد دستورية حاكمة قبل أن يكون هناك قانون انتخابات أصلا. الآن في ليبيا لا يوجد نص في الإعلان الدستوري أو في الاتفاق السياسي يدل على أن هناك انتخابات قادمة في ليبيا. الانتخابات يجب أن تجرى وفقا للمشروع الدستور الذي صوتت عليه الهيئة التأسيسية في 29 يوليو الماضي. أما أن ندع خيار الانتخابات دون وجود دستور حاكم يحكم البلاد ويحكم الأجسام التي ستولد وفقا لهذه الانتخابات فهذا هو العبث بعينه. صراحة للأسف الشديد لا لوم على البعثة الأمم المتحدة عندما تصرح هذه التصريحات، إنما لومنا على أبنائنا الليبيين في مجلس النواب ومجلس الدولة والأجسام الموجودة الذين لا يريدون إلا البقاء في السلطة وعدم تمكين الشعب في الاستفتاء. بعثة الأمم المتحدة التقينا معها عديد المرات في إطار حراك الاستفتاء أولا، ودائما كانت الإجابة عندما طلبناهم بإيضاح الموقف تجاه مشروع الدستور أن هناك أحكام قضائية أو هناك طعون قضائية مرفوعة أمام المحاكم ولن نتخذ موقف حتى يتم القول كلمة الفصل من قبل القضاء في هذه الطعون. خرجت المحكمة العليا في 14 فبراير وحكمت بعدم ولاية القضاء الإداري على أعمال الهيئة، والبعثة لازالت تلتزم الصمت عكس ما كانت تقول. هناك تصريحات متضاربة من السيد غسان سلامة والبعثة بشكل عام تجاه هذا الأمر، تارة يقول أن يجب وجود دستور قبل إجراء انتخابات، وتارة يلمح على إجراء انتخابات دون وجود دستور. للأسف الشديد تصريحات متضاربة، وهذا كل نتاج العبث السياسي اللي حاصل في ليبيا نتيجة الانقسام السياسي، وأنه لا يوجد جسم في ليبيا صراحة يقول كلمة عكس ما تقول الأمم المتحدة، وهذا ما وصلنا له للأسف الشديد. سيدة نادية عمران، حدثينا أكثر بما أنك أشرت إلى مشكلة تراكمية
في بداية حديثك مع البعثة الأممية. حدثينا أكثر عن تواصلكم مع سلامة في مرات سابقة بعد جلسات تعديل الحوار في تونس، وطبيعة علاقتكم مع البعثة الأممية. نعم، هي البعثة الأممية كانت مواكبة لعمل الهيئة بصفة عامة منذ بدايتها، كانت تسعى لتقديم الدعم الفني بصفة عامة. الأعضاء خرجوا في عدة ورش وعدة ندوات تخص مشروع الدستور، وكانت داعمة لها بعثة الأمم المتحدة. طبعا بعثة الأمم المتحدة دعمتنا حتى في ظهور المشروع الأول، ومن ثم عندما صدر حكم قضائي بخصوص المشروع الأول أيضا رجعت الهيئة لمباشرة أعمالها ولمداولاتها مرة أخرى، وكانت الهيئة داعمة، وهذه كلمة حق يجب أن تقال. لكن بمجرد خروج مشروع الدستور والتصويت عليه، بدأت الأمم المتحدة بالتحجج بأن هناك أحكام قضائية تتعلق بمشروع الدستور، وطبعا قام أعضاء الهيئة بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة العليا، وكان أيضا السيد غسان سلامة يظهر في كل تصريح ويؤكد نفس الحديث. حدث في الفترة بعد صدور بعد خلاص مشروع الدستور، وأن بدأت جلسات الحوار، وحاولت الأمم المتحدة إدخال المسار التأسيسي داخل جلسات الحوار، وهذا ما رفضته الهيئة التأسيسية، لأن المسار التأسيسي هو مسار منفصل شعبي بامتياز، بدأ من انتخاب الهيئة من الشعب الليبي وسينتهي بالاستفتاء على مشروع الهيئة، ولا علاقة له بما يحدث بين الأطراف السياسية المتجاذبة. وأكدت الهيئة عديد المرات على ضرورة الفصل بين المسار التأسيسي والحوار السياسي بين الفرقاء. طيب سيدة نادية، عقب فقط لأستوضح منك، عقب ما وصفتموه بمحاولة إدخال السياق التأسيسي في جلسات تعديل الحوار في تونس، ألم يحدث تواصل صريح ومباشر مع المبعوث الأممي للاستيضاح حول هذه النقطة؟ ألم يحدث أي توضيح من جانبهم لكم؟ نعم، كان هناك تواصل باستمرار بين أعضاء ورئيس الهيئة مع السيد غسان سلامة والبعثة بصفة عامة والمستشار الدستوري، وأكدنا لهم بضرورة الفصل بين المسار التأسيسي ومسار الحوار السياسي، ومن ثم دخلنا في الطرونات القضائية، وكان يؤكد السيد غسان سلامة بأن المشروع عليه أحكام قضائية، ونحن ننتظر في أكثر مرة أنه ينتظر الحكم الفصل من القضاء. وما أثار ريبتنا أنه بمجرد صدور حكم المحكمة العليا التزمت البعثة الأممية الصمت وبدأت تتجه لمسارات أخرى. هذا هو لب المشكلة. هو بما أنك تحدثت عن الصمت أكثر من مرة، ما المطلوب من البعثة الأممية في مجال كهذا؟ أنت أشرت إلى أنه أمر شعبي وأمر متعلق بالشعب، وما تقوم به البعثة هو محاولة تقريب وجهات النظر وتعديل الحوار. هنا ما المطلوب منهم؟ بالعكس، وفق كلامك من المفترض أن تبتعد البعثة الأممية عن موضوع الاستفتاء. البعثة الأممية ليس من المطلوب منها أن تتدخل في موضوع الاستفتاء، المطلوب منها أن تضغط على الأطراف السياسية للتسريع بالعملية. البعثة الأممية هي داعم كبير للمفوضية العليا للانتخابات في بصفة عامة، هو دعم فني ودعم مادي. البعثة الأممية متواصلة بصفة كبيرة مع مجلس النواب ومجلس الدولة. الآن مجلس النواب منذ جلسات عديدة، يعني منذ فترة طويلة لم تعقد جلسات، هناك مماطلة في إصدار قانون الاستفتاء، هناك بيانات تخرج علينا، والبعثة الأممية تراقب المشهد وهي لا تبدي أي رد فعل، وهذا شيء مستغرب، لأن كان البعثة الأممية المفروض أن تكون من مهامها أن تكون داعمة للانتقال السلمي للفرصة، أن تكون داعمة للتحول الديمقراطي الليبي، أن تكون داعمة لبناء الدولة الليبية، وهذا ما نحن نستغربه. نعم، ما رأيك سيد سنوسي إسماعيل، لماذا إذن البعثة الأممية ورئيس البعثة الأممية لا يقوم بدور داعم في اتجاه الضغط على الأطراف المعنية لإقرار قانون الاستفتاء؟ هو بالنسبة للدور المطلوب من البعثة كما ذكرت السيدة نادية، هو أن تدعم يعني الاستقرار في ليبيا، وأن تقوم بما يلزم من أجل يعني وصول الشعب الليبي إلى دولة ديمقراطية دستورية. هذه كلها من واجبات البعثة بطبيعة الحال. طبعا الآليات المستخدمة في سبيل ذلك أعتقد بأن البعثة
عندها بعض يعني التقصير في هذا الجانب، لأن الأمر عندما يكون هناك خاصة أن هناك كل 3 أشهر إحاطة لمجلس الأمن، كان ينبغي حقيقة أن يكون هناك توضيح لمجلس الأمن عن أي عرقلة سواء كانت محلية وإقليمية أو دولية للمسار التوافقي، المسار السياسي، المسار الدستوري، وكلها مسارات يعني حقيقة تحتاج إلى دعم من بعثة الأمم المتحدة، ولكن هذا ليس كل شيء، يعني لأن المطلوب أيضا هو أن يكون هناك على الأقل توافق دولي معقول، يعني بحيث تستطيع البعثة أن تنطلق في يعني في عملها بكل أريحية. ولكن ما نلاحظه حقيقة هو يعني تراخي من ما يسمى بين قوسين مجتمع دولي، بل ربما يكون هناك أيضا محاولة إلقاء أو طرح يعني مبادرات خارج سياق السياسي الموجود في البلاد، سواء كان نتكلم هنا عن الاتفاق السياسي أو أيضا عن عدم تحمسهم ودعمهم للمسار الدستوري. يعني هذا لا أعرف يعني لماذا، يعني ربما في هذا هناك تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن ألاحظ حقيقة بأن بعض الدول صرحت يعني تصريحات واضحة بأنها تدعم هذا الخيار أو تدعم هذا المسار الدستوري، والذي يعني تعثر قليلا ولم يتعثر يعني كثيرا كما هو الحال في المسار السياسي والمسارات الأخرى السياسية والعسكرية. هو سيد سنوسي، هل ترى أي أطراف سياسية في المشهد السياسي الليبي الآن من مصلحتها أن لا يتم أو لا يستكمل المسار التأسيسي، وبالتالي ربما هي لها يد في هذا الموضوع؟ أنا حقيقة هنا أوجه يعني إلى كل من هو يعني موجود في منصب الآن، سواء كان في مجلس النواب، في مجلس أعلى الدولة، في الرئاسي، في المناصب السيادية كلها، كلهم الآن عليهم أن يوضحوا للشعب الليبي هل تريدون أن يكون هناك دستور أم لا. يعني حقيقة الأمر هذا منوط بالأساس، إذا كنا نتكلم عن الاتفاق السياسي الذي هو مرجعية المرحلة الانتقالية، بمجلس النواب ومجلس أعلى الدولة لكي يتوافقوا على قانون الاستفتاء. هذا لم يحصل إلى حد الآن بسبب طبعا عجز شبه كامل من مجلس النواب، أو لنقل تسلط فئة قليلة جدا تعترض أصلا على المسار الدستوري، وتعترض على الاتفاق السياسي، وتعترض على كل أي شيء توافقي في البلاد أو أي شيء يعني يجمع هذه البلاد. لاحظنا تلك الفئة القليلة المسيطرة على مجلس النواب، بينما هناك عجز كامل من الأغلبية من النواب الذين بالأساس هم يدعمون الاتفاق السياسي ويدعمون التوافق، وأيضا فيما يبدو من خلال كلماتهم ومن خلال يعني تصريحاتهم يدعمون أيضا المسار الدستوري بالكامل، ولكن للأسف شديد بدون عمل، بدون يعني أن تكون هناك نقلة يعني نوعية داخل مجلس النواب بأن يجتمع النواب، وهذا طبعا مسموح لهم حسب القانون أن يجتمعوا في أي مدينة إذا لم يتمكنوا من الاجتماع في المدينة التي فيها المقر الآن اللي هي مدينة طبرق. لذلك أعتقد بأنهم يمكن أن يجتمعوا في أي مدينة، خاصة أن المقر الرئيسي هو بنغازي وليس طبرق أصلا، لذلك من حقهم أن يجتمعوا في أي مدينة بدون هذه الرئاسة التي تعرقل يعني المسار الدستوري، وتحاول أن تفرض يعني لنقل رأي يعني بعض النواب فقط للتوضيح حتى لرئيس المجلس الأعلى للدولة. نعم، حتى لرئيس المجلس الأعلى للدولة فيما سبق في الأسابيع الماضية كان هناك له تصريح بأنه ربما المسار التأسيسي أو الاستحقاق الدستوري يتعثر، وبالتالي وضع فرضية أو احتمالية الاتجاه لانتخابات مبكرة حتى وإن كانت ستطيل المرحلة الانتقالية. وبالتالي هنا هذا ألا يعني أن كلا الجسمين في الاتفاق السياسي ليس لديهما نية حقيقية ربما في موضوع حسم القانون الاستفتاء، أليس كذلك؟ نعم، إلى حد ما نفس الشيء أنا ذكرت لك منذ البداية بأن الجميع متهم بأنه يتمسك بمنصبه، سواء كان رئيس مجلس الأعلى للدولة أو رئيس مجلس النواب أو الرئاسي أو غير ذلك، الكل يعني منطقيا من مصلحتهم أن يتمسكوا بهذه المناصب وأن يمططوا المرحلة الانتقالية. هذه هم أصحاب مصلحة في ذلك، لكن مصلحة الشعب الليبي عليهم أن يراعوها أكثر من مصالحهم الشخصية، ويكون هناك حقيقة
يعني توافق ويكون هناك واضح. دفع في اتجاه الاستفتاء الشعب الليبي ليقول كلمته في مشروع الدستور 2018. نعم سيد محمد محفوظ، ماذا يعني اتجاه الليبيين إلى الاستفتاء على الدستور سواء كان بنعم أو لا؟ بالنسبة لخطة المبعوث الأممي ماذا يضيف لها أو ماذا يهددها إن صحت التسمية وإن صح التعبير، باعتبار فرضية أن البعثة الأممية غير متحمسة أو متراخية مع موضوع الاستفتاء؟ نعم، البعثة تشتغل وفقا للقرار قرار التشكيلة في سبتمبر 2011 على عدة أشياء، من بينها التحول السلمي والانتقال السلمي على السلطة والتحول الديمقراطي. مسألة التحول السلمي والتحول الديمقراطي والانتقال السلمي على السلطة تحتاج إلى دستور، وهذا المشروع قد تم بتوافقات بين كافة مناطق ليبيا الثلاث وكافة أعضاء الهيئة بأغلبية فقط ما نص عليه الإعلان الدستوري. إذن إلى هنا نحن أمام شيء صائب، أمام شيء قانوني تم إقراره ليس بمخفى عن الليبيين، وقد تابعنا ما تعرضت له الهيئة من تهديدات ومن من من التعدي اللي تم عليها. بعد ذلك المفروض أن المفترض أن الهيئة أو البعثة تتخذ مسار ملازم لعمل الهيئة وتتخذ مسار تشجيعي وضاغط على كافة الأطراف الموجودة في المشهد الليبي من أجل الدفع بعملية الاستفتاء. ما تابعناه بعد إقرار مشروع الدستور هو صراحة موقف مخجل وموقف مؤسف من بعثة المتحدة بأنها التفتت للعديد من القوى المعارضة والعديد من القوى التي ليس لها هدف إلا العبث بهذا المشروع وليس لها الهدف إلا انتقال انتخابات دون وجود دستور، نتيجة لعدم وجود ملائمات أو مصالح جهوية قبلية سياسية موجودة في مشروع الدستور بحجة أن هناك معارضة في مناطق معينة. للأسف الشديد بعثة الأمم المتحدة لم تتخذ الأمر الذي كان مطلوبا منها وفقا لقرار تشكيلها، لذلك أعتقد أن مشروع الدستور والمسار التأسيسي لا يؤثر على خطة السيد السلامة ولا يؤثر على عمل البعثة، بالعكس إنما يعزز التحول السلمي والانتقال الديمقراطي ويعزز بناء دولة المؤسسات. هذا إذا كان فعلا هناك نية لفعل هذا الأمر، أما إذا كان هناك نية أخرى للعبث مزيدا بالبلاد وإجراء والانتقال إلى مرحلة انتقالية رابعة لن تزيد البلاد إلا انقساما وستؤدي بنا إلى ما لا نهاية من المراحل الانتقالية، وإعلان دستوري هش ليس له القدرة على أن يسير البلاد ولو ليوم آخر. سيدة نادية عمران، موضوع إقرار قانون الاستفتاء على الدستور من قبل مجلس النواب والمشاورات مع مجلس أعلى الدولة أين وصلت؟ كيف تتابعون الموضوع؟ طبعا قانون الاستفتاء كما ذكرنا سابقا وفي عديد المرات كان من المفروض أن يكون جاهزا منذ سنوات، لأنه أولا التزام منصوص عليه في الإعلان الدستوري على مجلس النواب، وثانيا هو غير مرتبط ارتباط بإنجاز الهيئة لعملها. ولكن للأسف عندما أنجزت الهيئة المشروع الأول وأخطرت مجلس النواب لم يكن هناك قانون استفتاء ولم يكن هناك حتى مجرد نقاشات على هذا القانون. وعندما أنجزت الهيئة المشروع الثاني في 29/7/2017 وأخطأت الهيئة مجلس النواب لإنجازها مهمتها أيضا لم يكن قانون الاستفتاء جاهزا، ومن ثم بدأ مجلس النواب يتحجج بأنه لن يصدر قانون الاستفتاء حتى تنتهي المعضلة القضائية المتعلقة بمشروع الدستور، بالرغم من عدم وجود أي ربط بينهما. وعندما أيضا انتهى الجدل القانوني المطروح حول مشروع الدستور ما زال مجلس النواب لم يصدر قانون الاستفتاء، وكانوا يظهروا علينا في أكثر من مرة ويقولون بأن هناك مشاريع لقانون الاستفتاء وتجري مناقشتها وهي محالة للجنة القانونية، وتم تأجيل فيها لأخذ رأي الأعضاء، على الرغم في أنه في سنة 2016 اجتمعت لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية وعدد من المفوضية العليا للانتخابات وأعدت مشروع القانون وهو مشروع جاهز، إضافة إلى مشروع القانون الذي أحاله مجلس الدولة. كل ما ينبغي عليه أن تضاف عليه بعض الملاحظات ويتم قراره، ولكن للأسف الآن منذ أن صدر حكم المحكمة العليا هذه المدة فقط شهر، إضافة لأن قانون الاستفتاء يناقش منذ أشهر دخل مجلس النواب، ولكن لقد أسمعت أذن ديت حيا ولكن لا حياة لمن تنال.
ما رأيك سيد السنوسي إسماعيل؟ تفضل ضيفنا من طرابلس السيد محمد محفوظ بأن ربما هناك جهات وصفها بقبلية أو جهوية رضخت لها البعثة الأممية بحسب قوله، ربما هي التي تؤثر على موضوع عرقلة أو عدم دعمهم للمسار التأسيسي حتى الآن. هذا لا يفتح تساؤلات حول قدرة البعثة الأممية على الضغط على هذه الجهات ما دامت هذه الجهات هي التي تضغط على البعثة كما يفترض؟ هو هناك يعني حقيقة أعتقد بأن خيار آخر أفضل من هذا كله، يعني إذا كنا نتكلم عن البيضة أولا أو الدجاجة أولا يعني سنستمر في هذا الكلام إلى ما لا نهاية، وهذا ما أوقعنا فيه مجلس النواب للأسف الشديد. لكن نتكلم هنا عن قانون الاستفتاء، إصدار قانون الاستفتاء. لا يعني أول ملاحظة نلاحظها عند قراءة مشروع الدستور وهي أنه ترك الجهة التي تضع قانون أو تصيغ قانون الاستفتاء وتطرح الاستفتاء أو لنقل تطرح هذا المشروع إلى الشعب الليبي يعني للاستفتاء هي جهة مجهولة، لم يحدد لا مجلس النواب ولا غيره بالنسبة لما هو مكتوب في هذا المشروع مشروع الدستور، وهذا فيه ذكاء حقيقة وفيه حساب يعني جيد من أعضاء الهيئة التأسيسية، لأنهم طبعا يعلمون جيدا بأن مجلس النواب أساسا هو جسم معرقل لكل ما يتم التوافق عليه في البلاد سواء كان اتفاق سياسي أو الآن ما هو الآن موجود اللي هو المشروع اللي هو الدستور 2018. طبعا يعني لنقل بصورة أكثر واضحة، الآن المسؤولية تقع على المجلس الرئاسي وعلى الرئيس السراج شخصيا كما صرح هو ذات يوم من كم شهر في أحد وسائل الإعلام بأن هناك خيار في حالة عجز مجلس النواب، والآن قد عجز، يعني الآن مجلس النواب عجز، بل إنني غير متفائل بالأساس أن هذا المجلس سيصدر أي قانون للاستفتاء، لنكون واضحين في ذلك، وخاصة في ظل استمرار المزايا والمهايا والمرتبات وغير ذلك للأعضاء، وفي ظل هذه الفوضى وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية التي لا نهاية لها، فهم سيستمرون في ذلك، يعني لن ليس هناك أي أمل أعتقد الآن في هذا المجلس النواب أنه سيصدر قانون الاستفتاء. لذلك نتجه مباشرة إلى المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي صلاحياته في الاتفاق السياسي واضحة، وهي تتعلق ب يعني المسؤولية الكاملة عن تحقيق الاستقرار في البلاد، عن يعني أيضا أتاح له بقوة القانون أن يتصرف في مثل هذه التصرفات. نعم. يستطيع أن يصدر قانون الاستفتاء. طبعا ذكر السيد السراج في ذلك الموقف أنه سيستشير المحكمة العليا. أعتقد أن المحكمة العليا حسب معلوماتي أنها لا تمانع إذا أصدر المجلس الرئاسي قانون الاستفتاء ثم عرض مشروع الدستور على الشعب الليبي لكي يقول كلمته فيه. نعم، وهذه الفكرة دعنا نستمع إلى رأي. نعم، فقط لضيق الوقت سيد محمد محفوظ تعليقك على هذا النوع من المقترحات كما تفضل السيد سنوسي إسماعيل، وإذا كان هناك أي خطوات أو توصيات لتسريع موضوع قرار قانون الاستفتاء. نعم، فقط تعديل على كلام السيد ضيفك الكريم سيد سنوسي، هو مشروع الهيئة لا علاقة له بقانون الاستفتاء ولا أصلا يجب أن تشير إلى الهيئة. قانون الاستفتاء ومسألة الاستفتاء منصوص عليه في الإعلان الدستوري في المادة 30 من الإعلان الدستوري، وبصراحة لا يوجد إيحاء في الإعلان الدستوري على أن قانون الاستفتاء يصاغ من قبل مجلس النواب أو من أي طرف آخر، هذا أمر واضح في الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري في المادة 30 منه أعطى الأغلبية أغلبية الثلثين من إجمالي المقترعين في كافة البلاد، وليس كما يستشار أو كما يناقش الآن داخل قبة البرلمان من وجود 3 أو 4 دوائر. للأسف الشديد إذا نحن لا نستطيع أن يعني أن ننتظر مجلس النواب إلى ما لا نهاية. مجلس النواب الآن يخيرنا بين خيارين، أحد كلاهما مر، إما أن نصيغ قانون استفتاء بناء على رغبات أطراف معينة وتقسيم البلاد إلى 4 دوائر، وبهذه الطريقة لن يكون للبلاد دستور ولو بعد 50 سنة، وإما أن نقر قانون استفتاء وندخل في مرحلة انتقالية جديدة. لا يمكن أن ننتظر مجلس النواب إلى ما لا نهاية. نعم، المطلوب الآن أن تضغط كافة مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأطراف اللي هي فعلا تريد أن تبنى دولة المؤسسات وتريد أن يصبح للبلاد دستور، في اتجاه أن نضغط على مجلس النواب أن يصيغ قانون الاستفتاء. لكن أعتقد أن الخيارات الأخرى من المجلس الرئاسي وشيء أنا لا أجادل قانونين عليها، ولكن أعتقد أنها ستؤدي بنا إلى خيارات مؤلمة أخرى ممكن حتى تكون من بينها
انقسام البلاد لا سمح الله. شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدنا وصلنا إلى نهاية الملف الأول من حصاد اليوم. نشكر ضيوفنا. كان معنا عبر الهاتف من البيضاء عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كل منا الباحث في الشأن الدستوري محمد محفوظ، والباحث السياسي في الشأن السياسي السنوسي إسماعيل. ابقوا معنا مشاهدينا بعد الفاصل، نواصل حلقتنا. أنا بديع مهندس في الصيانة بتاع السريع. سمع ما تجيش تهدي يا رشيني يا رشيني يدي هيا استناني أنا جايتك. بعدين انت العربي ما نفهمش جتني انت طيارة في طفلة جي بليز كاميرا. أوه. إنها سيارة جميلة. جميلة. وأنت جميلة. لا لا تعرف. شكرا شكرا. دقيقة ما. يا ولد. دقيقة خلصنا نتكلم على الجر يا حاج. دقيقة. توم بوي. يبوك سوى دخلت. الكاميرا الخفية يأتيكم في الأوقات التالية. بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة حصاد اليوم، حيث وصفت لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا تقرير الخبراء الذي انتشر مؤخرا عبر وسائل الإعلام بالتسريبات غير الدقيقة. وقالت اللجنة إنها تلقت رسالة من منسق فريقها الميداني العامل في ليبيا تشير إلى هواجسهم بشأن سلامتهم الشخصية بعد انتشار التقرير أواخر فبراير الماضي. بعد تداول تقرير خاص لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا الذي كشف تورط أطراف محلية وإقليمية ودانها صراحة بتأزيم الأوضاع، ردت لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا الجمعة ووصفت التقرير بأنه تسريبات غير دقيقة وخارج السياق. الرسالة التي قالت لجنة مجلس الأمن إنها تلقتها من منسق فريق الخبراء التابع لها بشأن هواجسهم الأمنية في عملهم وسلامتهم الشخصية في ليبيا اعتبرها بعض المراقبين مخرجا مناسبا للجنة وتخوفا من أي تداعيات متوقعة لسيما تعقيد عمل البعثة الأممية ميدانيا. حقائق سردها تقرير فريق الخبراء يبدو أنها أثارت أيضا حفيظة بعض الأطراف المحلية والدولية المتورطة في مخالفات وجرائم وثقها التقرير، مما قد يدفعها إلى طمسها وتهديد كاشفيها، وهو سبب رئيسي آخر بحسب محللين في مصدر الهواجس التي أبدتها لجنة مجلس الأمن. تقرير فريق الخبراء الذي نشر في أواخر فبراير الماضي وهو تقييم سنوي يعرض على أعضاء مجلس الأمن أكد أن مجموعات ليبية استفادت من الدعم الخارجي ومنه الإماراتي والمصري، مؤكدة أيضا أن القصف الأخير الذي تعرضت له درنة كان بطائرات مصرية، وهو ما تحدث عنه تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش مؤخرا دون أن يسمي تلك الدول. انتهاكات عدة وثقها فريق الخبراء بالأدلة دون أي تحفظ باعتباره تقريرا سريا غير معلن هي نفس بعض المواقف التي أعلنها الأمين العام بعد تسريب التقرير، لكن الفارق بينهما أن تقرير غوتيريش لم يسمي الأطراف بعينها وواجهها بلغة مختلفة توصف بالدبلوماسية. تسريبات دفعت محللين إلى التكهن باحتمالات عدة أبرزها حول الطرف الذي نشرها في ظل السرية التامة وما قد تثيره في الوضع الحالي، فضلا عن جدية مجلس الأمن في التعامل مع الدول الإقليمية نفسها الواردة في التقرير الحالي والسابق كدول تنتهك وبصورة متكررة حظر التسليح على ليبيا.
لمناقشة هذا الملف أرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو رئيس المركز الليبي للبحوث والتنمية سيد أسنوسي البسيكري، وسينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من باريس الباحث في العلوم السياسية مصعب حمودي. أبدأ معك سيد أسنوسي، أهلا بك معنا. أريد أن أسأل عن هذا الجدل الذي يدار حول التقرير، لجنة الأمم المتحدة المعنية بليبيا أو لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا تصفه بتسريبات غير دقيقة، وهو تضمن معلومات خطيرة ونقلته وسائل الإعلام بشكل كبير، وأيضا وصفته بأنه تقرير مؤقت. ما هو التقرير ولماذا تثار حوله كل هذه الأهمية؟ طبعا هو فريق الخبراء هذا يعني تم تشكيله منذ القرار الأول لمجلس الأمن متعلق بليبيا في 2011، قرار 1973، يعني يحدد صلاحيات هذا الفريق في شكل دعم للمجلس الأمن فيما يتعلق بقرارات اللي أصدرها 1970 أو 1973 اللي لها رقابة معينة على الأموال الليبية في الخارج، مسألة السلاح وانتشاره وبيع الأسلحة في بداية الثورة. فهذا الفريق معني بتقديم الدعم والمراقبة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وكان يفوض له في كل جلسة خاصة بليبيا في مجلس الأمن يمدد لهذا الفريق، وتتسع بعض صلاحيات أعماله بحسب تطور الأحداث في ليبيا. أخيرا يعني هو كان مكلف من قبل فريق الخبراء هذا، مكلف من قبل مجلس الأمن بإعداد تقرير أولي يسلم في نهاية فبراير الماضي، على أن يقدم التقرير النهائي في منتصف نوفمبر الجاي. فالتقرير الأولي هذا جاء موعد تسليمه وانتشر معلومات عنه في وسائل الإعلام. الآن أنت حضرتك أشرتي في بداية هذه الفقرة أنه فريق الخبراء يشكك في أنه التقرير اللي صدر وانتشر في الإعلام لهم. هنا الإشكال يبدأ، لأنه وكالات إعلام محترمة كرويترز والأسوسييتد بريس اعتمدت التقرير واعتبرته منسوب إلى فريق الخبراء المقدم لمجلس الأمن، وهذه وسائل إعلام. لا نقول بأن وسائل إعلام ليبية تتحارب وتصارع وتريد أن تكيد لطرف آخر في الصراع، لهذه مؤسسات إعلامية شهيرة تدقق وتتحقق من نسبة هذه التقرير إلى أصحابها. ففي وجهة نظري أنه فيه سيناريوين، الراجح والأقوى أن التقرير منسوب لفريق الخبراء، ولأنه تقرير أولي وليس نهائي تضمن معلومات خطيرة تدين أطراف في الشرق والغرب انتهاكات واضحة، وتدين بشكل صريح كما ورد في التقرير أطراف إقليمية بهذا الشكل الصريح، لأنه تقرير أولي وليس نهائي ويتصرف بهذا الشكل. هذا يعني خطر للأمم المتحدة نفسها، لأنه الآن في إشكال دبلوماسي مع أطراف في مجلس الأمن. مصر موجودة في مجلس الأمن وهي متهمة في التقرير، والبعثة نفسها عملها سيكون في ليبيا معقد وصعب بعد نتائج التقرير والتسريبات الخطيرة اللي فيه، بل أنه سيكون هناك صعوبة في أن يتعامل مع البعثة ومع الأمم المتحدة أي خبير ليبي أو منظمة متخصصة في الشأن الليبي كداعمة للأمم المتحدة. هو الملاحظ أيضا سيد السنوسي أن في التصريح للجنة المجلس الأمن المعنية بليبيا أنها لم تنفي الأمر تماما، ولكن أشارت إلى أن التقرير هو مؤقت وأولي، ومن ثم تحدثت بأنه تسريبات. هذا ألا يعني أنه ليس نفي صارح وصريح وقاطع؟ هو هذا الإشكال، نعم، لأنه في صعوبة أن تنفي التقرير، تقول بأنه ليس والتقرير صحيح. من الذي له مصلحة في أن يصدر تقرير من 157 صفحة معلوماته وبياناته بل حتى تراتبيته منهجيا متسقة تماما مع التقارير التي تصدر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة؟ من الذي له مصلحة في أن يصدر تقرير بهذا الشكل؟ لأنه التقرير كما قلت خاص وسري وخاص بأعضاء مجلس الأمن وليس للنشر، فيبدو أن فريق الخبراء توسع بأريحية وتحدث عن تفصيلات وأطراف متهمة بشكل مباشر، سواء كان أطراف إقليمية أو أطراف في داخل البلد. لهذا سبب أن تم تسريبه. الخيار ماذا سيكون؟ القول بأن هذا التقرير غير دقيق وربما ليس هو التقرير. سنناقش تداعيات هذه التصريحات أو المعلومات التي وردت في التقرير. أذهب إلى ضيفنا في باريس سيد مصعب، مساء الخير. ما رأيك في التبريرات التي قدمتها لجنة المجلس الأمن بشأن ليبيا حول هذا التقرير ووصفها بأنه تقرير مؤقت، وكذلك تأخرها في هذه التصريحات لأكثر من أسبوعين منذ انطلاق أو صدور التسريبات؟
مساء الخير. طبعا هذه الأوصاف هي واهية ومطاطية، تحاول فقط الحياد عن المغزى الأساسي. في الواقع لو أردنا أن نفهم الواقع علينا أن نشرحه ولو بطريقة بسيطة، فنحن أمام تشكيلتان في ضمن الأمم المتحدة. نحن لدينا لجنة خبراء، ومن يقول لجنة خبراء الأمم المتحدة فهي لجنة بحثية تقوم بأعمال ميدانية وتوثق، تعتمد على التوثيق والتنقيب الميداني، فهي عالية المهنية. وحتى في لمن يعرف طريقة عملها، فهي عندما تصوغ التقارير والبحوث فهي تتحرى الدقة حتى في الألفاظ المستعملة. بينما لدينا كذلك بعثة الأمم، وهنا نحن أمام تشكيلة سياسية، طبعا سياسوية حتى إن صح التعبير، ضالعة في عدة مشاكل، إن كان في ملف ليبيا أو قبله كانت لها أدوار مشبوهة، وهي تمارس الدبلوماسية حتى في الدهاليز السوداء. فسهل أن تكون السلطة التشريعية التي بيد بعثة الأمم تجعل منها تقول أن لجنة بحثية هي فقط أخطأت أو ساقت تقريرا يكون مؤقتا، يعني حتى السبب يبدو واهيا ولا يحتاج للكثير من الفطنة والذكاء حتى نتبين أنه ادعاء فقط لحجب الحقيقة. طبعا فلسفيا نحن في عصر ما بعد الحقيقة، فنأسف لمثل هذه التصرفات، وكما يقول المثل الفرنسي لا يمكن إغراق السمكة لأنها تسبح في الماء. يبقى المشكل أنه هذا له دلالة أخرى، هي أنه وتأكد ذلك وقد صرحت به عدة مرات على قناتكم، هو أنه هناك دور مشبوه لبعثة الأمم المتحدة، يعني منذ بدء عملها، إن كان مع برناردينو ليون، إن كان مع مارتين كوبلر، وحتى الآن مع غسان سلامة، يكفي فقط أن نحيك شبكة نفوذهما وتواصلهما ومقربيهما حتى نتبين أن هناك دور مشبوه. وكما قلت سابقا تبين الآن جليا كيف نوعية أو المقصود بهذا الدور المشبوه سيد مصعب. نعم كنت سأعرج على ذلك. نعم كل القضايا التي كانت تساق من قضايا الإرهاب، الهجرة، حماية الحدود، إنما هي كانت مطية. طبعا قد يمكن أن تكون فيها جانب من الحقيقة، ولكن طريقة توظيفها هي مطية في واقع الأمر، وهذا يتبين الآن، لعرقلة المسار. فبكل صراحة نقول أن الأمم المتحدة تصبح وتلعب الدور التي لعبته. طيب بالعودة للتقرير سيد مصعب، الحديث عن كونه أو وصفه بأنه تسريبات غير دقيقة أو تقرير مؤقت، هل يقلل من قيمة المعلومات والأرقام التي كشفها وتسمية أشخاص وتسمية دول بعينها؟ أبدا، بل على العكس، لأن التوثيقات كما قلت هي موثقة ميدانيا وبطريقة بحثية وبالأدلة، فهي موجودة، ويمكن حتى يعني لو رمي بهذا التقرير فتبقى المعلومات كونها قابلة للاستخدام، فهي معلومات موثقة وصحيحة ولا يمكن التشكيك فيها، فهي ليست يعني بشكل سبق صحفي تم تناوله من زاوية دون أخرى، هي يعني تقارير حيدة تماما ومعلومات صحيحة منهجية وفق منهجية علمية ولا يمكن ضحضها، لأن نعم. الأدلة معها، فهي لها معايير فنية في صياغتها. السيد سنوسي، كيف تعمل هذه النوع من اللجان، لجان الخبراء؟ من له الحق في الاطلاع على عملها بما أنها تمدد عملها أكثر من مرة؟ وبالتالي ربما هذا يقودنا إلى من له الحق في الاطلاع عليها قبل النشر، وربما هو الذي نشر هذه المعلومات أو ساعد في تسريبها. يعني كما أشرت في بداية مداخلتي بأنه هذا الفريق، فريق الخبراء، مكلف من قبل لجنة مجلس الأمن، هي لجنة تابعة لمجلس الأمن مخصصة للحالة الليبية. فهي من شكل الفريق بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومحدد وظيفتها، لأنه هي تعمل لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن من خلال البحث الميداني كما أشار ضيفك. فإذا هي لجنة مختصة مشرف عليها، لجنة تابعة لمجلس الأمن، ويمدد لها بحسب كما قلت تطور الأوضاع. يعني كان في البداية التكليف متعلق أصلا بمسألة الصراع اللي وقع ما بعد 2011،
وخراقات الأطراف، الأموال المجمدة في الخارج وكيفية أصلا متابعتها، والتأكد من أن قرار مجلس الأمن بالتجميد نافذ على كل الدول اللي فيها استثمارات ليبيا. فبهذا الشكل مع تطور الأحداث في ليبيا يجتمع مجلس الأمن فيتخذ قرار، يعني قرارات مجلس الأمن اللي لها علاقة بتطوير التفويض المتعلق بلجنة الخبراء 6 قرارات منذ 2011، كل مرة تتسع دائرة التكاليف والمهام المكلف بها فريق الخبراء في بحثهم. الإشكال، أنا أعطيني فرصة في أني نعلق على ما قال ضيفك، الإشكال وين؟ أنه مجلس الأمن في البرس ريليس في التصريح يقول بأنه الشكوى جاءت من فريق الخبراء، وفريق الخبراء يقول بأنه التقرير التي تم تداوله في وسائل الإعلام ليس هو تقريرنا. أنا الأشكال يعني مش الجهة السيادية السياسية اللي عادة خطابها دبلوماسي وتتلون بحسب الحاجة وهو مجلس الأمن، لا، هذا فريق الخبراء المعني بتثبيت الحقائق يقول بأنه التقرير ليس هو تقريرنا، أو أن هناك إضافات عليه لسنا نحن المعنيين بها. من هنا يبدأ الإشكال. وبالتالي هل البيان من قبل لجنة مجلس الأمن على لسان الخبراء وكذبت؟ يعني القصة فيها فعلا إشكال وتحدي. ونعتقد بأنه الحرج اللي وقع فيه مجلس الأمن واللجنة التابعة لمجلس الأمن الحرج الكبير اللي وقعها في إشكال مع أطراف فاعلة ونافذة داخل ليبيا، لأنه سيتعطل أعمال الأمم المتحدة في ليبيا إن اصلا لم تنفي. وايضا يورط اطراف مذكوره في التقرير يضعها في اشكال دبلوماسي كما اشرت وحرج، وبالتالي من مصلحته ان يسرب هذه المعلومات ومن يستفيد؟ هذه الديلما، هذه الازمه الحقيقيه امام يعني اللي واجهها مجلس الامن وتواجهها اللجنه التابعه لها المعنيه بالملف الليبي، انه فعلا كيف سيتصرفون؟ فوقعوا في هذا المقصد واختاروا بين يقولوا والله هذا التقرير غير دقيق، العباره هنا فضفاضه ودبلوماسيه كما هو خطاب. ولكن لماذا تاخر التوضيح ايضا؟ نعلم ان هذا الاشكال انه كيف سنتصرف، يعني هما في وقعوا في ازمه كما قلت. ربما انت تخيلي انت تقريرني تتناقلي، شوفي يعني اعطيكني دقيقتين واوضح لك مساله مهمه جدا. لو تقارني بين تقرير الخبراء الاولي، ومش هو اولي بمعنى انه تكليفهم يعدوا تقرير قبل نهايه فبراير اولي، والتقرير النهائي في نهايه نوفمبر القادم. لو تقارني بين تقرير الخبراء وتقرير الامين العام اللي صدر في نفس الفتره، تجدي ان الامين العام على سبيل المثال قال بانه طائرات مجهوله قصفت درنا. تقرير الخبراء يتهم مصر بشكل مباشر ويقول بان هناك صور ووثائق تؤكد ان مصر متورطه. وعشرات الأمثلة تقارن بأنه اللغة الدبلوماسية اللي استخدمها الأمين العام لغة عامة فضفاضة، بينما تقرير الخبراء اتهامات لأطراف متعددة سواء كانوا في الشرق والغرب الليبي أو أطراف إقليمية. ودعنا نسمع، وهنا هو التخوف، هنا هو الإشكال. هذه النقطة يعني. نعم. إلى السيد مصعب حمودي، من المستفيد؟ هناك أسماء معينة لدول ولحكومات ذكرت في التقرير، من المستفيد من تسريب كهذا وهو يضع مجلس الأمن في إحراج شديد وأشكال دبلوماسي؟ طبعا المستفيد يجب التحري عنه، لا يمكن أن أعطي إجابة دقيقة لأن الكواليس في الأمم المتحدة لها ألاعيبها. ما يجدر الإشارة إليه هو أنه دبلوماسيا لما لا توجه التهمة في تقرير واضح فهذا لا تذكر الأسماء، فهذا لا يعني أن التهمة لا توجه، فيعني كما قال ماكين في أحداث مصر فلنسمي بطة بطة، فيعني هكذا أمور فضفضة تصرح بنصف الحقيقة، تجعل نصف الكوب مليئا ونصفه الآخر فارغا، وتنفي الإحراج الذاتي ولكن ترفض كذلك أن توجه التهمة. يعني على الأمم المتحدة هنا أن تنحو إن كانت صحيحة في ذات مصداقية أن تجري جلسة استماع علنية حول هذا الموضوع وحول ملابسات قضية التسريب، لأنه هذا غير اعتيادي غير مهني ويضرب في الصميم مصداقية الأمم المتحدة. فهذا الإجراء يعني إن كان هناك حياد ومحاولة إيجاد حل للأزمة الليبية فيجب أن تكون هناك جلسة استماع علنية، ويمكن من خلالها كما في عذرا المقاطعة فقط لضيق الوقت، الدول التي ذكرت في التقرير بينها مصر والإمارات، هل يمكن أن يكون لهذا الأمر علاقة بهوية المسرب أو المستفيد من التسريب، خاصة وأن هناك دول أخرى كثيرا ما تتهم بأنها تتدخل في ليبيا ولكن لم يذكرها التقرير أو أثبت أنها غير متورطة بحسب التقرير؟
بحسب التقرير وبحسب التقارير الأخرى إن كانت أكاديمية أو صحفية، الإمارات وفرنسا ومصر كلهم ضالعون في أحداث الليبية، وهم يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد لرفض كل الحلول والبعث بليبيا إلى طريق مسدود. الآن المستفيد قد يكون يعني باحث ذو نوايا حسنة، فهذا موجود ورأيناه حتى في قضايا ويكيليكس وغير ذلك يعني، فلا يجب أن يفهم بالضرورة، وأقول ذلك رغم أني لا أعرف الكواليس بالضبط، يمكن أن تكون هناك شخص له نية حسنة وفق الظروف الإنسانية، وقد أظهر كتاب قيم لروني بومان الحروب الإنسانية التي قال فيها مباشرة أن ليبيا يراد لها أن تكون كوسوفو والعراق. سيد السنوسي، تعليق أخير، الحرج الذي توضع في هذه الدول التي ذكرت والأسماء بإيجاز، يعني أنت الحرج ليس فقط الإمارات ومصر وفرنسا، يعني الحرج حتى مع المجلس الرئاسي اللي هو أصلا معترف فيه من قبل هذا مجلس الأمن. يعني التقرير يتهم مجموعات مسلحة بارتكاب خروقات أمنية فيما يتعلق بلف الهجرة الشرعية، ويسميها يقول بأنها تابعة لأجهزة أمنية تتبع حكومة الوفاق. فالحرج ليس فقط إقليمي، حتى في داخل. شكرا جزيلا لك السنوسي. شكرا جزيلا لك السنوسي البسكي، رئيس المركز الليبي للبحوث والتنمية، لحضورك معنا. وأشكر أيضا الباحث في الشأن السياسي والعلوم السياسية مصعب حمودي من باريس. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من حصاد اليوم، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.